جهاز مع أداء عالي وكاميرا رائعة وسعر راح يفاجئك، جهاز شاومي ريدمي نوت 8 برو. معكم أحمد أبو جميل وهي معاينتي لهذا الجهاز. أطلقت شاومي إصدارين من ريدمي نوت 8، واحد عادي والثاني البرو، وبتستهدف فيه محبين الألعاب والتصوير، خصوصا مع وجود المعالج المخصص من ميديا تك ونظام التبريد المائي الداخلي وذاكرة عالية السرعة في القراءة والكتابة اللي بتجتمع كلها عشان تعطيك أداء جيد جدا. راح أرجع أحكي عن المواصفات الداخلية، لكن من ناحية التصميم والشاشة، الجهاز مصنوع من الزجاج والمعدن، الهيكل معدني والجزئين الأمامي والخلفي مغطى بغوريلا جلاس 5، والجزء الخلفي تحديدا منحني الأطراف وبيعطي منظر جميل للجهاز. من الجهة الأمامية في عنا شاشة كبيرة بقياس 6.53 إنش، وبتبلغ دقتها Full HD Plus من نوع LCD، وبتدعم عرض محتوى HDR، وأداء الشاشة على هذا الجهاز ممتاز خصوصا لما تقارن الجهاز بسعره، وبتوصل درجة السطوع على هاي الشاشة 600 نت، واستخدمت شاومي نوتش اللي بيجي على شكل قطرة الماء لتزيد حجم الشاشة. من أسفل الجهاز في منفذ شحن USB Type-C مع منفذ سماعة 3.5 ملم والسماعة الخارجية، والجهاز غير مقاوم للماء لكن ممكن يتحمل بعض القطرات عليه. الكاميرا الأمامية بتيجي بدقة 20 ميجا بكسل وبتعطي صور ممتازة. ومننتقل لنحكي عن الجهاز من الخلف، ففي عنا نظام الكاميرات الرباعي الرهيب مع مستشعر البصمة في أسفلهم. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات وبتبلغ دقة العدسة الرئيسية 64 ميجا بكسل، وهي مزودة بمستشعر سامسونج GW1. بتلتقط الكاميرا الصور بدقة افتراضية 16 ميجا بكسل، وإذا بدك تصور عن طريق استخدام الدقة كاملة فهناك وضع مخصص وبتحتاج تنشطه، وهناك أيضا وضع التصوير الليلي. ويوجد أيضا كاميرا عريضة بدقة 8 ميجا بكسل مع مجال رؤية 120 درجة، ويوجد أيضا كاميرا عريضة بدقة 8 ميجا بكسل مع مجال رؤية 120 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، ومستشعر عمق بنفس الدقة اللي هي 2 ميجا بكسل، وكانك تصور الفيديو بدقة 4K أو مقاطع سلو موشن توصل ل 960 إطار في الثانية. وجودة الصور رهيبة، وشخصيا تفاجأت من أداء الكاميرا في هذا الجهاز. أما من ناحية المعالج، بيمتلك الجهاز معالج هيليو G90T من ميديا تك المصمم للألعاب خصوصا. هناك خيار ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت مع تخزين 128 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت مع تخزين 128 جيجا بايت، وبيدعم الجهاز زيادة الذاكرة الخارجية، واستخدمت شاومي ذاكرة UFS 2.1 لزيادة سرعة القراءة والكتابة في الجهاز. وللتبريد بتستخدم شاومي في نوت 8 برو التبريد السائل للحفاظ على مستويات حرارية منخفضة، وهناك طبقتين من الجرافيت ببردوا الجهاز بنسبة 5%. الجهاز مع الاستخدام الكثيف بتحس في شوية حرارة من الجزء العلوي سواء على الألعاب أو برامج اختبار التحمل، وطبعا هذا إشي طبيعي في معظم الأجهزة. ولزيادة أداء الألعاب استخدمت شاومي في النظام Game Speed Booster اللي بيحسن من أداء الألعاب عن طريق تخصيص جميع موارد الجهاز للعبة وإيقاف التطبيقات في الخلفية. أما بالنسبة لنظام التشغيل، هو أندرويد 9 مع واجهة شاومي MIUI 10، وبصراحة حبيت الواجهة وحسيتها جدا سلسة في الاستخدام. وفي أيضا دعم للوضع الليلي، لكن ما بوفر استهلاك البطارية لأنه الشاشة من نوع LCD. أما بالنسبة للبطارية في هذا الجهاز فهي بقوة 4500 ملي أمبير، بتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، ممكن تخدمك يوم كامل أو يوم ونص بكل راحة. وبسعر حوالي 250 دولار بشوف إنه هذا الجهاز بصراحة بيستاهل تحصل عليه إذا كنت بتدور على جهاز منخفض السعر مع أداء رهيب. وهاي كانت معاينتي لهذا الجهاز. بتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، وبحب أذكركم تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي. كان معكم أحمد أبو جميل، شكرا لمتابعتكم.